طلع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هو وأبو بكر خلاص رايح على غار ثور. أم واقف وباصص لمكة وبكى، كلمها إنك لأحب الأرض إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. أنا بحبك جدا. الوطن تاريخ وثقافة وحضارة، هي اتحمت الأديان إلا في حضن الأوطان. غار ثور حكاية يا جماعة، جبل عالي جدا، وانت طالع الجبل هتلاقي كذا غار في الطريق. الغار اللي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كانوا فيه كان في قمة الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم بياخد بالأسباب لغاية آخر لحظة، هيستخبوا هناك 3 أيام. إنما تحصل مفاجأة. إيه المفاجأة؟ قريش توصل لمكانهم. طب ليه وصلوا بعد كل الجهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم والخطة اللي النبي عملها؟ ربنا بيعلمك ان انت عليك الجهد، لكن النصر من عند الله. سيدنا أبو بكر بيوشوش النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. والنبي بمنتهى الهدوء قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وإذا بالمفاجأة، حمامتين وعنكبوت يعشعشوا على باب الغار، فالكفار يتخيلوا إن الغار فاضي مشيئة ربنا. 3 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار ثور، وبعدين هدأت رجل قريش جدا جدا في غارين مشهورين في حياة النبي. غار حراء اللي ابتدى منه النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وغار ثور اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخبى فيه في الهجرة. كلمة غار يعني مكان صغير، مكان ضيق، غريبة قوي إن من وسط الغار الصغير ييجي الفتح الكبير. قريش هتتجنن، فين محمد؟ الطريق فاضي مفيش حد. قاموا عاملين جايزة 100 ناقة للي يجيب محمد ليهم حيا أو ميتا. النبي صلى الله عليه وسلم حينزل من الغار وحيبدأ يتجه للمدينة، وما طلعش من الطريق الأساسي بتاع المدينة، طلع من طريق البحر من ناحية جدة. مين الدليل اللي حيدل النبي على الطريق؟ واحد اسمه عبد الله بن أريقط، أكيد ده واحد من المسلمين طبعا، يعني النبي حيستأمن نفسه وفي 100 ناقة جايزة، أكيد واحد مسلم. لا، يعني إيه مش مسلم؟ من الكفار. الأخلاق أخلاق والقيم قيم. طالعين بقى في الطريق، ماشيين في الطريق، في واحد حصلهم، سراقة بن مالك. سمع حكاية 100 ناقة وهو فارس مميز للغاية، عمره ما وقع من على حصان، لغاية ما بقى في مرمى البصر قدامه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. شاف جمالين قدامه من بعيد، قال أكيد ده محمد. فإذا بسراقة يدخل في منطقة فيها رملة ناعمة فينكفئ به الحصان، قام ركب الحصان تاني ونظف نفسه فينكفئ مرة تانية، فيركب المرة التالتة ويطلع يحصل النبي صلى الله عليه وسلم وينكفئ سراقة بن مالك التالتة. فوقف بقى هو بيقول سراقة، فعرفت أن الرجل ممنوع، الراجل في حاجة بتحميه. وكمل النبي صلى الله عليه وسلم الطريق. أهل المدينة بقى عارفين أنه جاي ومستنينه، يا ترى هيستقبلوه ازاي؟